النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. متى تبون نوقف أيها الإخوان؟ لا يقول لازم نوقف قبلها بعشر دقائق أو ربع ساعة. نقف يا شيخنا؟ بقي خمس دقائق على الأذان؟ على الشرح. طيب ما معنى هذه القاعدة؟ معناها يا أحباب قلبي أن النقل قد يأتي أحيانا بمعنى واسع عقلك يحار فيه لاتساعه، لكن أبدا لا يأتي النص بما يتعارض مع عقلك. فنحن نقبل أن يحار العقل في النص، ولكن لا نقبل أن يتعارض العقل مع النص. مثاله لو قال لك الله، لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، شوف كيف عظمة هذا الرب العظيم، عقلك يحار في هذا النص، وهي أن ثلث الليل دائر على الكرة الأرضية، فالله عز وجل ينزل في كل بقعة يحل فيها ثلث الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، يعني شيء عجيب. كلمة عجيب يعني دليل على أن معنى النص ودلالته أوسع من مدركات عقلك، فعقلك لم يعارض، عقلك حار. فالنصوص تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها، بمعنى أن الكافر مثلا يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، هذا يحار فيه العقل لكن لا يتعارض مع العقل. ما خلقكم ولا بعثكم إلا على مختلف جثثكم وتناثرها في الكرة الأرضية، من يوم يقول قوموا فيقوم الناس من قبورهم مباشرة كنفس واحد، هذا يحار فيه العقل، ما هذه القدرة الطاقة العظيمة، ما هذه القدرة الهائلة، ما هذه القوة الهائلة، لكن ما يتعارض. فرق بين الحيرة والنقض، فنحن نحارب نقض العقل لما أبرمه النص، وأما حيرة العقل في دلالة النص ومعنى النص فهذا مقبول عند أهل السنة والجماعة.